أحسنت أستاذ علي أحسنت. يكتب بحسه وبوعيه، يصوغ كلماته بنبضه وفيض روحه، إنه الأستاذ الشاعر نبيل حمود، من مواليد بنت جبايل سنة 1952، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1976، حائز على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها من الجامعة اللبنانية، وإجازة في الكيمياء من جامعة الدي آي تي في ديترويت. أسس في ديترويت تلفزيون صدى العرب، له مؤلفات شعرية عديدة تتنوع موضوعاتها بين الوطن والغربة والحب، تنتمي إلى المضامين الإنسانية والوجدانية والروحية، كان آخرها ديوان ضياء وظلام الذي جرى حفل توقيعه قبل شهرين في لبنان وفي ديربورن. يتفضل شاعرنا الكريم بقراءة مختارة من قصائده، فأهلا وسهلا، تفضل